قرروا يهدوه يعمروا محله مدرسة. مدرسة؟ لا طبعا هيك ما بيناسبني ابدا. قديش؟ اجازة ملايين وما باع؟ لا سيدي بيع. اي بيع بخمسة وهو الربحان. ولك يا حبيبي انا بناية الابون كلها مستعد بيعها بهالسعر. طبعا لانه سوق العقارات كل ماله لورا. ما حدا معه سيولة يدفع. كل البيع والشراء عم يصير مخايضة. لك حبيبي لي. طيب لا يدلل كتير ويشكر ربه انه التقى مين يدفع له كاش. انت بتصدق شو صار معي ببيت المزرعة؟ بالاول داكشته على مزرعة بكفرسوسة ورجعت داكشت المزرعة على معمل موبيليا بسقبة. ايه والمعمل داكشته على سيارة مرسيدس نملة نمرة مغترب. واخر شي بعت النملة وبالتقسيط لحتى رجعت مصرية. بقى شو عم يحكي ويتفلسف هذا؟ حبيبي انا اخر كلمة عندي 4.5 واكثر من هيك قرش واحد ما بدفع. طيب ماشي الحال. اوكي انت شوفه وارجع رد لي خبر. الله معك، مع السلامة. صباح الخير معلم. اهلين فاروق، صباح النور، شو الاخبار؟ نزلوا بيت الزبلطاني على المزاد وهي الاعلان تبعه. شو هالحكي؟ وينه؟ ليكم معلم بالصفحة هاي ليك. تعلن دائرة التنفيذ الأولى عن طرح العقار رقم 6784 في غير النهر. وقديش قيمة التخمين؟ 700,000 ليرة. ممتاز كتير، البيت بيسوى 1,000,000 ليرة ركض ولازم نلقطه نحن قبل ما حدا يسبقنا عليه. وقديش رح تدفع له معلم؟ مثل ما عم قل لك لحد 1,000,000، بعدين حسب المنافسين، بس أنت ادعي إن شاء الله ما حدا ينتبه للإعلان. الحق معك معلم، أهم شيء أبو رضا ما يسمع فيه. انه منين طالع لي هالابو رضا مثل حمصت الكي ما بعرف. لك ما في شغله يا فاروق بفكر فيها الا وبزعمني عليها. وكانه دقت البلد وما عاد في تجاره عقارات الا عندي. لك العمى بقلبه شو طالع لنا باليانصيبها. الاسبوع الماضي كان رح يرسى علي بيت الهامه ب 700,000، بس ابو رضا ضل يزيد علي لحتى اخذته ب1,100,000. طيب ليش ما بتشاركهم عليه؟ فشرت عينه، واحد مثل هاد انا مستحيل شاركه، وعلى كل حال الساحه ما بتحمل بطلين، والا ما كسر راسه. وبكره بتشوف يا فاروق. الله ياخذ بيدك يا معلم بجاه النبي. على كل حال انت روح ادفع هلا تامينات المزاد وشمشم لي شو الاخبار. حاضر معلم. ماشي انا راح روح شمشم هلا. ماشي فاروق، الله معك. الو أهلين نادر، طمني شو الأخبار؟ دفعت التأمينات وهي الوصل. المزاد يوم الاثنين الساعة 4. كتير منيح، يعطيك العافية. شمشمت لي الأخبار؟ شمشمت. شو لقيت؟ لحد هلأ كل اللي اشتركوا دفعوا تأمينات سنافر صغار وما بيخوفوا. ما في حدا بيخوف غير أبو اليسر. ليش أبو اليسر مشتري؟ إيه نعم، لقيت اسمه ثالث اسم. إيه شو طالعنا باليا نصيب الزلمة؟ كل مزاد ضروري يطلع بخدمتنا. طيب معلم انت ليش ما بتحط ايدك بايده وبتشاركه؟ فشرت عينه، واحد مثل هاد انا مستحيل شاركه. بدي ضل اتناطح انا وياه ليفرجها الله لشوف راس مين بده يتكسر. ومزاد شو عندك بكره؟ مزاد على بيت بالزبلطاني، اصحابه بدهم يبيعوه حتى يفكوا رهينه البنك. معلومه هيك بيوت بتنباع باسعار رخيصه. طيب طالما عم تبيع وتشتري كل هالبيوت، ما عرفت لحد هلا تستنظف لنا شي بيت مثل الخلق والعالم؟ الا شو ببيتنا؟ يعني مو مثل الخلق والعالم؟ ما بو شي بس بالأجار. يعني معقولة تاجر بيوت مثلك ما يكون عنده بيت يسكنه؟ صدق المثل اللي قال الاسكافي حافي والحايك عريان. يا أم اليسر، هو لأني تاجر بيوت وعقارات وابن سوق ما بسكن ببيت ملك. ليش بقى؟ لأنه ابن السوق الفهمان ما بيجمد حق بيت كذا 1,000,000 ليرة مشان يسكن. ليش؟ لأنه هالأربع خمس ملايين إذا اشتغلوا بالسوق وقلبوا كم قلبة بيطالعوا قد أجار هالبيت على 4-5 مرات. ما حفظتيها هالأسطوانة لسه يا أم اليسر. أم رضا بدي سألك، هلأ هذا البيت اللي نحن ساكنين فيه قديش أجاره بالشهر؟ 20,000. حلو كتير، يعني بالسنة حوالي 250,000 ليرة. يعني لا ربع مليون؟
مو قلال، بس هذا البيت حقه حوالي الأربع ملايين، بقى ليش لأشتري؟ يعني هالأربع ملايين إذا دورتم بالسوق سن زمان والله سبحانه وتعالى طلع بوشي بيصيروا ستة، يعني بيربحوا مليونين، يعني قد أجار البيت على 8 مرات. عرفتي بقى ليش ما عم بشتري بيت للسكن؟ هالأسطوانة صرت حافظتها بصم، بس أنت عم تحسب حساب كل شيء إلا حسابي أنا. وشو حسابك أنت؟ يعني قليلة هالشنططة من بيت لبيت كل سن زمان؟ وليش لحتى تتعبي وتتشنططي طالما في عمال عم تزق ولفايات عم تشطف وتنظيف؟ لا وفوق كل هاد كل مدة عم تغيري بيت شكل، يعني لا بتملي ولا بتشعري بروتين، وحياتك دائما بتجدد وحيوية. بقى احمدي ربك واشكري على النعمة اللي عايشة فيها، وحاجة تنقي بقى حاجة. رح نفتح المزاد على العقار رقم 39 من المنطقة العقارية رقم 14 محلة الزبلطاني. العقار عبارة عن طابق أرضي مساحة 88 متر مربع مع حديقة مساحة 35 متر مربع. رح نفتح المزاد ب 500,000. 500,000. 520. 520. 520. 530. 530. 530. 570. 570. 570. 600,000. 600,000. هاي 5,000 ليرة وحاجة تزيد. 625. 625. 625. يكفي لهون معلم. 640. 640. 640. 650. 650. 650. 700,000. 700,000. 700,000. مين قال أكتر؟ 750. 800. 850. 850. 850. مين قال أكتر؟ علي بمليون. مليون ليرة. مليون ليرة. مين قال أكتر؟ مليون ومية. مليون ومئتين. ايه مليون ونص. طول بالك معلم، البيت ما بيسوى اكثر من مليون. مليون ونص. مليون ونص. مين قال اكثر يا شباب؟ مليون ونص. مبروك عليك يا افندي، تفضل لعندي. لا حول ولا قوه الا بالله، انه منين طلع لي هذا ابو رضا بلي يا نصير؟ لا طول بالك يا معلم، ما بيسوى اكثر من مليون. شو ما بيسوى؟ بس اخذه. روي روي وامشي معي. هلا رح تقضي سهرتك هيك؟ احكي لك كلمة. شو بدي احكي؟ شو هاي أول مرة بتخسر مزاد؟ بعدين تحاك بعبك اللي مارسي عليك. وليش بقى؟ ايه خلص، يعني ضروري كنت تخسر لك نص مليون ليرة؟ خلي غيرك يتخوزق فيه ويخسر. بده يخسر يعني أبو رضا؟ ايه أبو رضا بعمره ما حط إيده بشغلة وخسر فيها، وأنا هذا اللي مزعلني. ما فهمت عليك. أبو رضا تاجر بيوت عتيق وقبل مصلحة، وصار له بهالكار أكثر من 20 سنة، يعني ما له ولد صغير ليزت مصاري هيك وين ما كان. بقص إيدي وبحملها تحت باطي إذا ما كان ناوي يربح أكثر من مليون ليرة. صدق أنا ما عاد فهمت عليك. لك مرة بتقلي إنه البيت ما بيجيب أكثر من مليون، وشي بتقلي أبو رضا رح يربح فيه أكثر من مليون، شلون هي بقى؟ فهمني لشوف. معلشي معلشي، بكره بتفهمي، مو مشكله منوب. التهيلي بالتلفزيون هلا. شو يعني معلم؟ فكرك الموضوع في إلنا يعني؟ في إلنا ولكننا وليت ولعل كمان. يعني هالبيت يا اما رح يمرق طريق من حده او رح يدخل بالمخطط التنظيمي الجديد، وإلا ما كان يدفع فيه هيك مبلغ أبدا. وأبو رضا مو ولد صغير ليشتري على عماها. بس أخ أخ، عم عض أصابيعي ندامي على هالفرصة يلي راحت من إيدي.
كان لازم زيد عليه وقلها طبت الزبلطاني منه. بسيطة معلم، ملحوقة. شلون بقى؟ لك يا معلم، هذا أبو رضا كل عمره طماع وبيحب القرش وبيموت على الربح السريع. ايه وشو المعنى؟ ايه خلاص منطمعه برشين زيادة ونشتري البيت منه. ايه معقولة يبيع انت التاني؟ ايه خلاص اترك الموضوع علي. يا سيدي، إذا بتقدر تخلص منه البيت بمليون ليرة، إلك مني 10,000 ليرة حلوان، حلال زلال عليك. خلاص، اعتبر البيت صار بجيبتك. هي أول مرة بحس إني أكلتكم به الشروي. لك أنا اللي منجر خوازيق للعالم، يجي أبو اليسر يعلم عليه. فشلت عينه معلم، على الأقل سحبنا البيت تبع الزبلطاني من بين إيديه مثل الشعر من العجين. شو استفدنا؟ بعد ما دفعنا 500,000 ليرة زيادة، نحن عم نضحك ونلعب؟ هذا كله من ورا اللوحني وباس الراس. هلا بيكون ابو اليسر قاعد عم يضحك ويتكركر، وانا اللي حطيت مصاريف بيت الزبلطاني مثل الاجداب. شوف 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 مين جاي. هذا فاروق زلمه ابو اليسر، شو بده يا ترى؟ يلا بنشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا عمي ابو رضا. اهلين فاروق، كيف معلمك؟ بيسلم عليك وباعتني لأعرض عليك العرض. هات لنشوف. هذا معلمي حابب ياخذ بيت الزبلطاني بنور الله، لا بده مناقصات ولا بده مزادات. بقى شو قلت؟ ومعلمك شو بده بيت الزبلطاني؟ بده يجوز ابنه فيه. ايوه قديش بده يدفع لي ربح؟ 200,000 ليرة. لا حبيبي لا، شو 200؟ هي اصلا الشغله كلها على بعضها مو جايبه همها. قديش بتريد لكان؟ 600,000. مليونين ليره بعت. ماشي الحال، اتكلنا على الله. جايب مصاري معك؟ معي شيك، طالع عقودك لقلك. وهي العقد معلم. شو الحكي؟ مزبوط. بارك الله فيك يا فاروق. يا سيدي وانا عند وعدي. ها هي 10,000 ليرة حلال زلال عليك. لك الله يخلي لي اياك يا معلم، الله يوفقك بجاه النبي. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. انه شلون اكلت الخازوق ما بعرف. أنا خازوق؟ ابو اليسر ضحك علي ولطش مني بيت الزبلطاني مليونين ليرة. ليش مو قلت انت انك تورطت ودفعت زيادة 500,000 ليرة؟ هيك كنت افكر بالاول، بعدين اكتشفت الملعوب. انا ملعوب؟ الشغلة واضحة، ابو اليسر ابن سوق وعتيق وبيعرف يحط القرش بمحله، يعني ما دفع المليونين ليرة لله. اكيد البيت بيسوى اكثر من هيك، هذا زلمة له فوتات وطلعات. ما بكون انا ابو رضا اذا ما كان شامم ريحة من المحافظة بانه البيت بده يتنظم. بتعرف البيت اذا تنظم قديش بيصير حقه؟ قديش؟ من فوق 10 ملايين، بس انا رحت بعته اياه بمليونين مثل الاجداب. المهم انك ربحت 500,000 ليرة بيومين زمان، شو بدك احسن من هيك؟ هلا هذا ربح حاد. على كل بسيطة، انا لازم رجع البيت من ابو اليسر باي ثمن. اخي ابو اليسر، باختصار ابو رضا حابب يفكس البيعة تبع البيت ويرجع المصاري، وشو بيترتب عليه عطل وضرار هو جاهز. لا يا نادر، شو الحكي؟ لك شو شغلة؟ لعب ولاد صغار يعني؟ البيعة مشيت ومشي حالها، خلي معلمك يدور على غيرها، روح العاب بعيد يا عمي. طيب شو رأيك يا سيدي نفتح بازار البيت من جديد؟ حبيبي شغلي ما بدها بازارات، أنا بدي ربح 500,000 وبس، وصلى الله وبارك. هات 1,500,000 لا تنازل لك هلأ عن البيت. يا سيدي موافق، وهي شيك بالمبلغ. تفضل. قوة إلا بالله، إنه شلون انعمى على قلبي وبعت هالبيت ما بعرف. لك يخرب بيته هالنادر، يخرب بيته، فات فيي مثل العبر بخنص. بيت مثل هاد ينباع ب1,500,000، وين صارت هي؟ قديش بدك اياه ينباع؟ أخي الشغلة لا بدها لا مقدمات ولا مؤخرات. خلينا نحكي على بياض. تفضل يا سيدي، احكي. بعته ب4 ملايين. أربع ملايين والمبلغ كاش، يعني لا بدنا لا شيكات ولا سندات ولا مندات. يا سيدي بعت، وألف مبروك عليك. الله يبارك فيك.
هات العقود لألك. تفضل. شو هالحكي؟ لا. ايه وبقديش رسيت البيعة آخر شيء؟ أربع ملايين؟ لا. شو قصته هالبيع؟ صار منباع أربع مرات بهالأسبوع. طيب طيب برجع بتصل فيك أنا. مع السلامة. أسامة؟ نعم معلم. أنت سمعت بقصة بيت الزبلطاني؟ سمعت معلم. وشوف كمان؟ ما بعرف بس أكيد في شيء مو طبيعي. وهالشيء اللي مو طبيعي لازم أعرفه. نزيل على المحافظة بسرعة وجيب لي الخبر اليقين. حاضر معلم، على راسي. كيفك سعيد بيك؟ شو أخبارك؟ يا أهلي مسالين. إيه الحمد لله. طمني، شو قصة بيت الزبلطاني اللي كل يومين عم يغلى نص مليون ليرة؟ لا لا بس لأنه كل التجار عم تحكي بهالقصة. إيه سعيد بيك، ليكون في شي طبخة عم تنطبخ من ورانا ومانا حاسينها. لا بس قلت لحالي أسألك إلك بالأول، لأنه ما شاء الله كان قال عند جهينة الخبر اليقين. إيه. طيب حبيبي، يا ريت تستخبر شي وتقلي إذا صار معك شي. ماشي؟ لا يعني بركي بنلحس اصبعتنا شي لحسه. طيب حبيبي ماشي اوكي، يا اهلي وسهلين. الله معك، مع السلامه. الله معك سعيد. مع السلامه. شو قصة بيت هالزبلطاني كل التجار حامي حواليه؟ يعطيك العافيه معلم. اللي شو صار معه؟ مريت عند ابو علاء المحافظه وخبرني انه وضع البيت رح يندرس باجتماع المكتب التنفيذي يوم الخميس الجاي. شفت شلون؟ أكيد بده يتنظم، ما في كلام. أنا هيك لهطة ما راح اسمح لحدا يلهطة قبلي أبدا. حل لك شرف. شرف يا سيدي. الله يسلمك اياك. ايه يا اخي ابو ريسر؟ مور. قلي. شو قلت؟ والله يا سعيد بيك بدك تلحلحها. يعني صدقني الشغله لحد هلا مو جايبه همها. شوف اكثر من 10 ملايين ماني مستعد ادفع قرش واحد. فشو قولك؟ طيب خلاص. مبروك عليك البيت. الله يبارك فيك. مبروك اخي ابو رضا، السناره علقت وسعيد بيك شرب المقلب وانطبشت الشربه براسه. الله يبارك فيك يا رب، مع اني كنت حاببها تنطبش براس شي تاجر غيره. يا سيدي ما حدا بياكل الا نصيبه. ايه بديش معنا بصلاه على النبي؟ بعشر ملايين وهي خمس ملايين حصتك. الله يسلم الايدين يا ابو اليسر. الله يسلم الايدين. بتعرف ابو اليسر؟ تعرف اني كنت خايف يلزق البيت بوشنا وما نلاقي من يشتريه؟ ساعتها بيكون اكنك مرتب. شو يلزق ما يلزق انت التاني؟ ايه شو قاعدين عم نلعب نحن هون؟ هون عنا الكلمة بتطالع السوق وبتنزله. ولك نحن ما حدا بيقدر علينا. الله وكيلك نسواننا ما عم يعرفوا شو عم نخطط ومفتكريننا اعداء. ولو فشروا. بس الله يستر هلا ما يروح سعيد بيك يبيع البيت ب 12 مليون. سيدي ساعتها صحتين على قلبه. بالفعل ما حدا بياكل غير نصيبه، سبحان مقسم الارزاق. بس معليش خليهم يعرفوا مين ملك السوق. يعطيك العافيه معلم. طمني، رحت على المحافظة؟ رحت. وشو الأخبار؟ هلأ طلعوا من الاجتماع. وشو قرروا بخصوص البيت؟ قرروا يهدوه ويعمروا محله مدرسة. مدرسة؟ مدرسة؟ مع السوق، مع السوق.
العافية أم فارس. الله يعافيك. وين كنت؟ وين بدي كون يعني؟ قاعد مع الشباب بساحة الضيعة عم ندردل. ليش ما عندك شغل بالبستين؟ بلا عندي شغل، رحت الصبح درت المي ورجعت. بس انت دريتي انه نجايب رجع ضيعة؟ ومنو نجايب؟ نجايب ابن ابو نجايب الصقعان. ليش وين كان حضرته؟ كان بامريكا عم يدرس. يعني يا 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 على حساب صار له اكثر من 10 سنين تارك هالضيعة، ورجع هلقتني ومعه شهادة دكتوراه بالزراعة. قد الدنيا يا ام فارس، هالقد بدك. هلق نجيب ابن ابو نجيب صار معه اسم الله دكتوراه من امريكا بالزراعة؟ الا ما تستصغريش حد من العين يا ام فارس. مش معقولة، ما بصدق. لك مش هو نفسه نجيب اللي كان يمشي بالطريق مثل الاهبل ويحكي مع حاله؟ بلا هو. احسنت يا ام فارس، برافو عليك. مش هو نجيب يا عمي اللي طفش من الضيعة لانه بنت عمه سلوى ما قبلتش فيه؟ يعني مش معبي عينه. برافو عليك يا ام فارس، برافو عليك. اي بس هلقتني، اذا شفته ما بتعرفه، تغيرت احواله كثير، صاير خواجع لورد، طول عرض وش ببي تاخذ العقل. ليش انت شفته؟ انا لسه ما شفتوش، بس هيكيني سمعت، واليوم بعد العصر وعدت بنايف نروح نسلم عليه. كنت شوفه بالطريق وسلم عليه، ضروري تطرق هذاك المشوار لا تسلم عليه. مش حلوي، مش حلوي ام فارس، لازم روح. بعدين عم يقولوا انه هالصبي ناوي يفيد اهل الضيعة ويحسن الزراعة فيها. وبشو بقى؟ شو بيعرفنا يشلو؟ شغلته هاي مش شغلتي، بس اكيد هالقاعدة بامريكا قلبت له مخه فوقاني تحتاني وصار يفكر مثل الخلق والعالم. ليش دخلك سؤال؟ بشو نحنا منقل عنن او مننقص دخلك؟ قلي. هو هو علينا مننقص كثير. هونيك الزراعة والفليحة كلها عزرار، وعم يقولوا انه الفليح هونيك ما بمدش ايده على شيء ابد، بس بيقعد هيك، بيقعد بيتفرج على المحصول كيف بده يطلع وهو عم يكبر وينمى. ليش انت ما شاء الله حولك عم تمد ايدك وتشتغل؟ يعني كمان انت الثاني قاعد وعم تتفرج ونحن اللي عم نشتغل، تاريك مثل الامريكان. معك حق. أنا طول عمري وعقلي مثل الأمريكيان، بس ما فيش مين يقدر. مو هيك بالله؟ يا لطيف شو إنك مظلوم بالضيعة ومهدور حقك. قومي قومي أم فارس هلق وجهزي لي الغداء، خليني آكل لقمي واتيسر بعدها على بيت بو نجاب. اي والله اللي بشوفك ملهوش كل هاللهجة، بيقول لحاله رايح تتعلم زراعة الكاكاو والشوكولاتة عنده. وليش لا؟ يعني يلي عم يزرعوا كوكب وشوكولاتة أحسن منه؟ هلقتني بدي أسأله، صحيح التربة عندنا صالحة لزراعة الكوكب؟ أكيد صالحة، ولا ما كان حكى بهالموضوع؟ بعدين الزلمة عم يقول إنه بيغير مفاهيم الزراعة كلها بيضيعة. يا لطيف تلطوف، شو رح يعمل يعني؟ الله أعلم، بس أكيد جاي بطرق جديدة ومفاهيم جديدة بتفيدنا. يا سيدي فعلا رجعت هالزلمي على الضيعة نعمة، نعمة كبيرة. والله معك حق، ضيعتنا من زمان ناقصها خبير زراعي مثل هذا. نقصها إلا نقصها. وعم يقول كمان إنه طرق السقاي اللي عندنا كلها صارت قديمة وما عاد حدا استعملها، والمهندس نجيب بده يعملنا طرق جديدة. وشو الطرق بقى؟ ما حكى عنها. حكى بلا يا سيدي، قال اسمها السقاي بالإرضاع. السقاي بالإرضاع؟ شلون يعني؟ بلا، قال يا سيدي هاي الشجرة بتاخد كفايتها من المي والغذاء مثل ما الصبي بياخد حاجته من صدر أمه. العم على هالخيلة، شلون بدها تصير هي؟ سيدي على كل حال بكرة منشوف ومنعرف كل شيء. الحمد لله على السلامة يا مهندس نجيب. الحمد لله على السلامة يا دكتور نجايب، يعني أنورت البلد بوجودكين، بارك الله فيك وكثر من أمثالك. الله يسلمك عمي أبو فارس. في الحقيقة يعني نحن انبسطنا برجعتك كثير، لأنك مكسب كبير كثير لأهل الضيعة. وإنت شكراً يا عمي أبو فارس،
لأنه بصراحة يا جماعة أنا لولا حبي الكبير لأهلي وأهل ضيعتي ما كنت رجعت لهون. بالفعل يا جماعة، لأنه المغريات اللي انعرضت على ابني نجيب مشان يضل هنيك لا بيقبل مخ ولا بيتصور عقل. مثل شو؟ يا سيدي، أول شيء عرضوا عليه يشتغل بمزارع بيت كندي كله، بس رفض، قال حنين لضيعته ودبحه. وبيني وبينك خدمة ضيعته أهم بكتير من خدمة بيت كندي. طبعا أهم لك، الله يحيي أصلك يا مهندس نجيب. وكمان عرضوا عليه يستلم منصب كبير بالجامعة، كمان رفض، قال بلدي أولى فيه. يا سلام على الوطنية والشهامة هيك. طيب يا جماعة خلونا نترك المجاملات شوي ونحكي بالبزنس. كيف شغلكم؟ إن شاء الله ماشي الحال. ماشي الحال، مستورة. وكم موسم عم تزرعوا بالسنة؟ كم موسم يعني؟ قال كم موسم؟ موسم واحد مثل العادي. موسم واحد بس؟ معقول الحكي؟ ليش بأمريكا كم موسم بيزرعوا بالسنة؟ قول موسمين، ثلاثة، وأربعة أحياناً. شو هالحكاية يا دكتور نجاي؟ معناها يلي ناوي يطقها جوازي على الموسم بيلحق أربع جوازات بالسنة. أصلاً أنت هذا اللي أخذ عقلك يا أبو فارس. طيب شو رأيكم يا جماعة نطلع نتمشى شوي بالبساتين؟ حابب أخذ فكرة عن الزراعة اللي عنا إذا ما عندكم مانع. لا ما فيش مانع، حب على قلبنا. تفضلوا. تفضل يا جماعة. تفضل. تفضل يا دكتور نجاي. تفضل. شو ها؟ كمان الأكاروز وصل لهون؟ ليش كمان في بأمريكا كاراكوز؟ أكاروز مو كاراكوز. ها يمكن هو طلع من هنيك، بس بأمريكا من خمس سنين قضوا عليه تماما. ونحن إن شاء الله بنقضي عليه تمام. مو حرام؟ مو حرام هالأراضي كلها هيك؟ صدقوني لو هالأراضي كانت بأمريكا كانت عطت أربع خمس مواسم بالسنة. يعني هون مو ممكن تعطي هيك يا مهندس نجيب؟ ممكن، بس بدها شغل كتير، ومعلومكن ما في شي بيجي من دون تعب وشغل. شوفوا مثلا هالشجرة هي إذا ضلت هيك من دون علاج مستحيل تعطي دراقنة واحدة. معلوم مش رح تعطي دراقين لأن شجرة جوز. اه بعرف إن شجرة جوز، بس بأمريكا عنا بيطعموا الدراقين على جوز. شلون؟ الدراق مع الجوز؟ ايه لدرجة انه الدراقين صار يطلع في طعم الجوز، والجوز صار يطلع في طعم الدراقين. عم قلكن شغلة بتمزع العقل. يا لطيف. معلوم الشغلة بدها ذكاء يا عمي. عم قلك دوخ الخلق والعيلة، دوخون يا ام فارس. يعني افيش شغلي بهالضيعة عجبته؟ افيش. وقال بده ينفض هالضيعة من شروشة، بده ينفضها. شو علا ينفضها قد ما بده، احسن من هالقاعدة بلا طعم. قلنا له هالشاي، قال اول شاي بده يجرب بستانهن، اول شاي، بعدين بده يجتمع معنا نحن رجال بكرة ويسألنا كم سؤال. طيب يسأل شو علا؟ شو بعرفني شو علا؟ اللي يا أبو فارس، البقر عنا هون كم لتر حليب بتعطي باليوم؟ يعني بتعطي شي خمسة لتر بس؟ اي بس مش أكثر. أعوذ بالله، نحن عنا بأمريكا البقرة اللي ما بتزت عشرين لتر حليب باليوم بيبعتوها على الدبح، هذا إذا ما عدموها إعدام فوري. يا ستار، ليش بقر أمريكا غير البقر اللي عنا؟ البقر بقر وين ما كان، بس الضرب على العقل اللي عم يفكر، على التكنولوجيا اللي عم يستخدموها، وهلأ عم يفكروا بأمريكا كيف ممكن يستغنوا عن البقر بشكل نهائي. وش لون بدهن يعيشوا بلا بقر؟ منين بدهن يجيبوا حليب ولحمة؟ اخترعوا بقرة آلية بتحلب كل يوم 40 لتر حليب، وبتاكل مدين برادة حديد. شغلتها خفيفة نظيفة، لا ريحة ولا أعطلة، لا بتمرض ولا بتموت. وعم يقولوا أنه رح يعضوا معها كفالة خمس سنين، يعني إذا خرب فيها برغي واحد هن المسؤولين عنه.
يا لطيف يا لطيف تلطف. طيب بدي اسالكم، الغنمي عندكم هون كم مره بتولد بالسنه؟ مره واحده. كم مره يعني؟ اعوذ بالله على التخلف. عندنا بامريكا اذا الغنمي ما ولدت اربع خمس مرات بالسنه بيسلخوا جلدها سلخ، بيعدموها على الكرسي الكهربائي. يا لطيف تجعل البلد تصريف. طيب الجاج عندكم كم مره بيبيض باليوم؟ كل يوم بيضه. بيضه واحده بس؟ إيه لا اسمحوا لي، هذا اسمه تخلف. ليش بأمريكا كم مرة بتبيض الدجاجة؟ الدجاجة اللي ما بتبيض أربع بيضات باليوم بيعدموها على الخازوق. لكن على هالمنوال أكيد ديوك أمريكا بتبيض. طبعاً كله بده يبيض، ما في حدا بيضل مأنزع وقاعد. لا تكون عم تبيض علينا يا دكتور نجاب. لا ولو، معقولة؟ طيب كيف الدجاج هونيك بيبيض أربع مرات؟ نحن منعرف انه الدجاجة بس يطلع عليها ضو النهار بتبيض بيضة وحدة. وهنيك نفس الشيء، بس هنيك بيطلع ضو النهار على الدجاجة أربع مرات. أربع مرات على الدجاجة؟ إيه لك أنا شو مفكرين؟ معقولة أربع مرات؟ شلون بقى؟ بالخدعة طبعا، بيفوتوا هالدجاجات على الإن، بس شو إن؟ بيطلع قد الضيعة على مرتين ثلاثة، وبعد ساعتين بيشعلوا كشافات كبيرة بتعطي ضو مثل ضو النهار. بيقوموا الدجاجات شو بيفكروا؟ انه النهار طلع، بيقوموا بيبيضوا، وبعد ساعتين بيطفوا الضوء. بيقوموا الدجاجات بيفكروا انه الشمس غابت، بيرجعوا على الان وبيناموا، وهيك بيكرروا هالعمليه اربع خمس مرات، والضوء عم يشعل ويطفي وهالدجاجات عم تبيض. ولك يا عمي عالم قاعده عم تفكر وتشتغل، لك ايش هو هالحكي؟ ولك يا ام فارس فهميناي وفتحي مخك الصغير يلي قد الجوزي اليابسة. الامريكيان مش افهم مني ولا اذكى، ليش؟ هنن فيهن مخ وعقل وبصلة سيسائية، واني كمان فيني مخ وعقل وبصلة سيسائية بعد. شو المعنى يعني؟ المعنى لازم خلي الدجاجاتنا يبيضوا اربع مرات باليوم. بس جيجيت امريكا غير جيجيتنا. نفس الشيء نفس الشيء. قال غير دجاجاتنا، قال الدجاج دجاج وين مكان وكيف من وجد. روحي قومي 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 لعند الجيران استعيروا لك ساين زيادة، خايف هذاول ما يكفوناش. أبقاش لكسات عند الجيران، ليك استعرناهم كله. قومي قومي تعي جاي تعي جاي، انت احملي لوكساين وانا بحمل لوكساين ومنفوت سوا على القن. امسكاي من يد ابي. هات تشوف. أين يا ام فيري؟ فيقي انت وياها وليه؟ فيقي طلع الضو حاجتكم نوم مثل الستات الاكاذيب. فيقي بعدين يا ابو فارس. ايه شو بده يصير يعني؟ قالوا بعدين، قال يعني الدجاج من رعبته بطل يبيض. وصرت اني مثل بعبع الدجاج بس يشوفني الدجاج ببطل يبيض. الله يصلحك يا ابو فارس، الله يصلحك ويهديك على العمله. حدا بيعمل عملتك؟ مش انت قلت لي انه بامريكا هيك بيعملوا؟ ولا لانه الدجاج عندنا اذكى من دجاج امريكا ما انطلطش علاه الحيلي؟ لا يا سيدي مو لانه اذكى، كمان الدجاج هون ممكن ينضحك عليه بس بالتدريج، مو خبط لزق مثل ما عملت حضرتك. كيف يعني؟ يعني هالطريقه هي لازم تتنفذ على مراحل، بدها خطه مدروسه، برنامج دقيق، متابعه انيه لحتى تزبط. انت المفروض كنت تشاورني وتسالني قبل ما تعمل اي شيء. انا بامريكا دارس
وما في شغلة عندي ما إلها حل. الله يهديني على هالعملة. طيب شو العمل هلا؟ بشو؟ بالدجاج يلي مش عم يبيض. لا تخاف يا أبو فارس، شغلتك محلولة. وشلون محلولة بقى؟ يعني أنت دجاجاتك هلا أصيبوا بحالة ذهول وصدمة واكتئاب من جراء الرعبة اللي أكلوها. إيه مش قليل الرعبة اللي أكلوها. بتقطع الخنفة دغري. لذلك أنا بنصحك إنك تريحهم شوي. ريحين؟ شلون بدي ريحين؟ أنت بتعرف تعزف جيتار؟ لا بعرف أعزف طبلة ودربكي. لا لا أوعك، الطبلة ما بيمشي حالة. أنا هاي المسائل كلها دارسها بأمريكا. الجاج هلأ لازمه موسيقى هادية لحتى يسترخي وترتاح أعصابه. موسيقى هادية؟ طيب شو رأيك يا نجاب نجاب ابن أبو نايف يعزف لنا على المنجيرة؟ لا لا شو منجيرة أنت التاني؟ بلا ما يصير معه النكسة وما يرجعوا يبيضوا بحياتهم. اللي أنت عندك مسجلة؟ إيه عندي. شو في عندك أشرطة؟ زجل وعتابة وهوارة بعد. سلو ميوزك ما في؟ ها؟ سلو ميوزك. لا شو عارف؟ ما فيش. بسيطة بسيطة، أنا بعيرك شريط من عندي. روح الله يخلي لنا ياك ويكرم لنا ياك يا رب. تكرم عينك يا أبو فارس، أنا أصلاً ما رجعت على الضيعة إلا لحتى أخدمكن ونوركن، بس يا ريت من هلأ ورايح قبل ما تعمل أي شيء تشاورني. اي الا بدي شاورك يا مهندس نجاب، يعني اذا الك ما شاورتكش لمين بدي شاور؟ ها مرتي يعني. ريحوا اعصابكن يا حبيباتي، ما خمخوا على هالشريط. هلا اقتني انت التاني ما لقيت تحط لهم الا هالشريط لمعت هيدا. هي قال الاستاذ نجاب، والاستاذ نجاب مهندس دارس بامريكا، يعني مش مسخره. اسمع مني، غير لهم هالشريط لانه الجيج اللي عنا مش مثل الجيج امريكا، يعني مش متعود على هالاغاني. على شو متعود لكينا؟ يعني مثلا حط لهم شريط زغلول الدمور، ابو علي البلوديني، هيني مهنا، شادي جمال. روحي 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 هيك. هلا انت راح تفهمي اكثر من المهندس نجيب. مهندس نجيب دارس بامريكا. والله ما حيجيب اخرتنا الا المهندس نجيب. عم يقولوا انه الليله في سعه. يا لطيف الله يجيرنا يا رب. وشو ناوي تساوي؟ هي يعني شو راح اعمل؟ راح انزل على البستان بالليل وشعل اسطول زفت. اخ امتى الله بده يتوب علينا من هالشغله. الله وكيلك صدري طبق من كتر ما عم شم دخان اسود بهالليالي. ليش يعني انا صدري صاغ؟ كلياتنا بالهوا سوا، بس شو العمال؟ ما في غير قدامنا غير هالطريقه. سيدي بعين الله. وشو هالطريقه؟ طريقه تشعيل اسطول الزفت وحرق دواليب سيارات قديمة لحتى ترتفع درجة الحرارة وما يتأثرش الموسم بالسقعة. ليش مين قال لك انه الليلة في سقعة؟ هيك عم يحكوا، هيكين عم يحكوا، لانه الحرارة. يا ابو فارس، يا ابو فارس انا دارس بامريكا وكل هالمسائل بعرفها. انخفاض الحرارة مو مؤشر لحدوث السقعة. هذا الحكي اللي عم تسمعه حكي متخلفين جاهلين عديمي الخبرة. لكن شو هو المؤشر؟ بأمريكا بيعتمدوا على عوامل كتيرة، نسبة الرطوبة بالجو، سرعة الريح، نوعية الحموض بالتربة، وآخر شيء درجة الحرارة. وأنا حسب دراستي بأمريكا اكتشفت إنه الليلة ما في سقعة. يعني روح نام اليوم وأنا مطمي؟ طبعاً طبعاً روح نام وشباع نوم، ولا بقى تعطيلي إذنك لهالمتخلفين والجهلة. إيه الله يطمنك يا أستاذ نجاب، لولاك كنت بدي فيق بنص هالليل واركض مثل المجنين وشعل اسطولة الزفت واسهر بالبستان بين الدخان والريح على الصبح. يعني الحق معك، هذا هو الفرق بين العلم والجهل. شوفي يا فارس، ليش عم تفيقيني؟ قال في سقعة وكل أهل الضيعة نزلوا على البسيتين، مش نازلين؟ ولك يقطعك قطع أنت وأهل الضيعة، مين قالك تفيقيني؟ ها؟ إذا أهل الضيعة جنوا من جن يعني نحن مثلهن؟ من جن يعني؟ مش من جن، والسقعة يا أبو فارس. لك ما فيش لا سقعة ولا مقعة. المهندس نجيب هي قال. هلق مين بيفهم أكثر؟ أهل الضيعة ولا المهندس نجيب؟
أهل ضيعة الجاهلين ولا يلي دارس بأمريكا المهندس نجاب؟ أه؟ روحي روحي يا الله يرضى عليك، نامي ولا بقى تزعجينا. هيا سرخة. يا فارس بو فارس يا فارس، خير يا طاير؟ لك أي الله أي يلا شبوها ها روح شوف شو بده. خير يا طاير. خير خير، ليش هيك معشوق؟ قاعد ولا على بالك؟ شو ما دريت باللي صار؟ خير شو صار؟ الموسم تبعك كله سقيع. شي سقيع؟ ايه والله سقيع يا ابو فارس، والعوض بسلامتك. الله لا يوفقك يا نجيب يا ابن ابو نجيب. يا خرب عن بيتك يا ابو فارس، يا خرب عن بيتك، سقيع الموسم يا ام فارس، سقيع العمش لو سقيع يخرب بيتي يخرب بيتي وبيت بيتي. ساعة ما تركت نشرة الأرصاد الجوية ولحقت كلام المهندس نجاب. العافية يا فارس. الله يعافي قلبنا عندك، الله بيعوض لك يا السنة الجاية إن شاء الله. لسه بعد بدي انطر للموسم الجاي هيك الله رايد. معليش هلق انت بستانك جنب بستاني، الحيط بالحيط، ليش بستانك ما سقعش؟ لو تركته ورحت نمت ببيتي كان سقع. يعني انت كنت عرفان انه في سقعة؟ معلوم عرفان. يعني سمعت نشرة الأرصاد الجوية؟ لا والله. لكن كيف عرفت ها؟ درست شيء انت نسبة الرطوبة، سرعة الريح، حموضة التربة، درجة الحرارة؟ لشو كل هاد؟ أنا من طول عمري بعرف أنت السقعة، لشو كل هالعي هذا كله؟ ما شاء الله كان إلي. وش لانه بتعرف مخا؟ مو أنا اللي بعرف. مش أنت؟ لا. لكن مين؟ حماري. أما سمعة حمارك هو اللي بيعرف؟ إيه نعم، هالحمار عنده حاسة قوية كتير، لما بيكون في سقعة برجع الدنيل لورا، ولما بيكون ما في سقعة بيرفع الدنيل لفوق. شي عم تحكي جد ولا عم تمزح انت؟ عم بحكي جد. هلق حمارك عرف انه في سقعة والمهندس نجيب يلي دارس بأمريكا ما عرفش؟ مثل ما عم قلك. طيب بدي اطلب منك طلب. انت بتأمر وطلبك على عيني وراسي من فوق؟ شو رأيك تعطيني هالحمار يلي عندك وتاخذ المهندس نجيب يلي عندي؟